مرحبا، كيفكم؟ أنا جيهان شربيني، مدربة فتنس وكيك بوكسينج. هاي السيشن هو جزء من حملة صحتي سلامتي بتنظيم سبورتس فور لايف وبتعاون مع الممثلية الأسترالية. جاهزين؟ كل شيء تمام؟ يلا ليتس جو. رح نشتغل نحن إحماء. اللي بدي إياه منكم إنه نحن هلا نعمل الإحماء علشان السيشن هو بيكون كتير قصير، بس المفروض إنه يمتد up to 20 minutes لـ30 دقيقة. 20 ل 30 دقيقة، فبفضل انكم تشتغلوا اكثر اذا بدكم تشتغلوا على مستوى الفتنس تبعكم. اذا بدكم تحسنوا اللياقة تبعتكم، تحسنوا النفس تبعكم، لازم تشتغلوا عليه يكون كثير اطول من هيك، اوكي؟ بس نحن بحكم السيشن انه اونلاين علشان برضه ما تزهقوا وتعطينا مصطلحات، اوكي؟ نحن عم نعمله شوي، اوكي؟ سو اذا بدنا نحن نحكي في الاحماء الأطول من هيك، بدنا نحكي في الدقائق أو في العدد تبع الحركات. So, هذا السيشن رح يكون هو أكيد مسجل، يعني فيكم إنكم ترجعوا تشوفوه مرة ثانية. وممكن في هاي الطريقة تشتغلوا على الحركات كاملة من دون تقطيع. أوكي؟ يعني زي ما نحن عملنا قبل في السيشنز اللي كانت مسجلة، إنه أنتم عم تشتغلوا وتوقفوا لحد ما تخلصوا عدد التكرارات. تعرفوا ان اليوم نحن رح نشتغل نفس الشيء، فرح يكون قصير، حاعطيكم كومبينيشنز و قديش بدي اياها منكم، اوكي؟ رح نشتغلها علشان بس نفرجيكم كيف هي الحركه عم تكون علشان انتم تقدروا ترجعوا تتاكدوا منها. وبعدين انتم عليكم بصفي التكرارات، اوكي؟ تمام، ليتس جو. بنعمل هاي. انا هلا حعمل بس شيء وحده، كل تنتين في واحدة، اوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 18، 19، 20، ورا، خمسة، ستة، 10، 7، 8، 9، 10، اوكي؟ هلا اللي مطلوب منكم انتم صرتكم تعملوا كامل، بدكم تعملوا 100 و100، 100 امام، 100 خلف، 100 جاكس، اوكي؟ هلا الجاكس احنا برضه رح نعملها 20 مرة، اوكي؟ ليتس جو. الجلس تبعت الرجلين شوية صغيرة، اوكي؟ زي ما انتم بتعرفوا في الفايت او في الحركة بشكل عام، احنا عم نضرب ونتحرك يمين وشمال، بزولنا انه يكون رجلينا وايدينا هم في تناسق بيناتهم وقادرين اننا نتحرك في جميع الاتجاهات من دون مشاكل، صح؟ طيب، اول اشي اللي احنا رح نعمله اللي هو in in out out. حرك شوية عليكم، ركزوا على الرجلين. So بوقف وضعية سكوات، ما بدي انزل لتحت بس في النص، اوكي؟ بعمل in in out out in in out out in in out out، اوكي؟ هلا فيكم تعملوها اول شيء ابدا وبعدين ترجعوا تسرعوا، اوكي؟
تمام؟ بحاول اخلي جسمي في النص. اوكي؟ عبين ما اني علشان اقدر اتوازن ارجع دايما لوضعية القدم. يعني اذا انا عم اتحرك يمين وشمال هيك جسمي بضل في النص صح؟ مش رح يعمل لا هيك ولا هيك، مش رح احرك صح؟ سو نفس الشيء انا بدي اتخيل حالي اني انا في وضعية لازم ارجع لها دايما. اوكي؟ سو ان اوت، هاي المرة انا بلشت في هاي الرجل عم تدخل لهون برجع ببلش فيها بتفتح اللي هي شمالكم صح؟ بعدين انا دوري اللي بعده حبل شمال سوري يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال. اوكي؟ ركبي متنيين اوكي؟ بيكونوا سوفت من هون ما بيكونوا مشدودين علشان يسهلوا الحركة تبعتي. كول؟ قديش بدي اعملها؟ بدي اعمل هاي اللي هي ابلش مثلا في هاي الرجل in and out بدي اعملها دقيقة كاملة. اوكي؟ هاي المرة خلينا نعدها العشرة نعمل الشمال لجوا الشمال لبرا. اوكي؟ هي بس نفس الحركة بس مين ببلش فيها اول. اوكي؟ بنعدها العشرة بس انتوا لحالكم اذا بدكم تشتغلوا عليها مش اقل من دقيقة. Good. يلا let's go. جاهزين؟ in out out. اوكي يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بالعكس رح نشتغل in out out in out out. اوكي اوبس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اوكي تمام؟ اوكي؟ تمام. هاي واحدة من الجلز اللي هي المفروض انها تساعدنا كثير في التناسق تبعنا في التناسق العضلي العصبي صح؟ الشغلة الثانية، بتعرفوا السيزرز؟ المقص؟ اوكي. هلا بهاي المقص انا ما بدي انزل في الفتنس والتونينج اني انزل اعمل بانجز، ما بدي اعمل بانجز، اوكي؟ انا بس بدي اعمل سيزرز فوق. اوكي؟ شو يعني؟ لما انا عم بعمل السيزرز كاني عم بعمل السويتش تبعتي صح؟ بس السيزرز حركتها كثير اقصر من السويتش تبعتي. بقدر امد رجلي مش رجلي، بقدر امدهم اكثر او اصغرهم حسب شو بدي اخدم. خلينا نحن على صغير تمام؟ بعمل سيزرز 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 سيزرز. اوكي شو اللي عم بيصير هون؟ رجلي ما كثير بيطلعوا عن الارض صح؟ يعني هي مش جمب عالي، بدي اياها تكون كثير واطيه. ليش؟ لانه انا في الفايت ما بهمني ان رجلي تعلى صح؟ بهمني اني اضلني على الارض قد ما بقدر، اضلني متوازنه وثابته علشان اي حركه رح تطلع من الثبات هي اكيد رح تكون قويه. فيش حركه رح اعملها وانا طايره في الهواء وتطلع قويه كثير الا اذا كان الاندفاع كامل صح؟ تمام؟ بدنا نعمل سيزرز برضه رح نعد نحن هلا للعشره. اوكي ذا سيزرز بس انتوا بتشتغلوا قديش بدكم تشتغلوا؟ دقيقة كاملة، اوكي؟ حط الشمال قدام. جاهزين؟ ليتس جو، يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي؟ اثنين. هلا إذا بدكم انكم تتعودوا على ايديكم فوق تمام؟ بعد ما تخلصوا مثلا الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية ممكن تشتغلوها وإيديكم هون. اوكي بس علشان أنا أحس حالي إنه بقدر أتحرك في جهتين بدل ما يضلهم إيدي ينزلوا كل ما بدي أعمل سويتش سويتش ومش عارف شو. اوكي كيفكم؟ كل شيء تمام؟ كل شيء واضح؟ إذا في أي أسئلة بليز اكتبوا لنا إياها. اوكي لسه هذا نحن شغالين إحنا؟ اوكي تتذكروا اللي بروح على اليمين وبروح على الشمال؟ تذكروها كيف؟ اوكي سو لو بدي اقول لكم تعالوا لقدام شو عم بصير؟ شو بصير؟ اي رجل تتحرك اول؟ هاي اوكي يلا نمشي فيها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة باك باك اي رجل؟ الخلفية بترجع صح؟ اثنين ثلاثة هاي ستبس قصيرة اوكي هاي خطوات قصيرة. إذا أنا بدي أعمل شفو
بجر رجلي جر لورا اوكي زحف اوكي او زحف تمام يا اما بمشيها مشي يا اما بزحف زحف اوكي كول طيب لما بدي اروح لهي الجهه اي رجل بتتحرك اول الاقرب للاتجاه لهي الجهه الاقرب للاتجاه ركبي دائما متنيين صافت جاهزين للحركه تمام اي سؤال اوكي هلا لما انا عم بتحرك قدام خلف فيني اعملها هوب اوكي هوب صغير ماشي هوب اوكي يعني في نطنطه في الموضوع خفيفه تمام خلينا بس نمشي نحن بستبس بس اسرع شوي اوكي وخلينا نعملها شفل مش ووك اوكي شفل لقدام جاهزين ليتس جو 1 2 3 4 5 6 لهون 1 2 3 4 5 6 لهون 1 2 3 4 5 6 back 1 2 3 4 5 6 okay تمام so الرجل اللي بتاخذني على الاتجاه بتمشي عادي الرجل اللي بعديها عم تلحقها هي اللي بتعمل الشفل هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل السحب اللي هو الزحلقه على الارض okay كأنك عم تشحطي تمام اوكي يلا نشتغل مع شوية punches أكيد you miss the punches قبل ما نمشي في punches خلينا نحمي إيدينا شوي نشتغل punches هون okay let's go into إذا بالبيت شغالين وعم بتعيدوا الفيديو بدكم تشتغلوها 100 بس هاي المرة 100 رح نعملها اللي هي doubles يعني واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة أوكي تمام لما ببلش أنا عم بركز على هون أوكي بصير أعدل راسي كتافي بخليهم يغطسوا بين كتافي بعدين ببلش أحرك في كتافي منيح أوكي دايما عدلي هاي الأشياء اللي بتاخذ وقت أطول فيها تكرارات في مجال معك أنت إنك تعدي غير عندما أنا مثلا عملت ثلاثة راحت علي ما عدلت الوقت أوكي ليتس جو إحنا هون رح نعمل 20 اوكي انتم مطلوب منكم 20 ليتس جو جاهزين 1 2 3 جو 1 2 3 10 10 اوكي تمام وضعية الاستعداد فايتنج ستانس اوكي رجل شمال لقدام بدي امشي لقدام بدي اعمل جاب كروس ماشي جاب كروس اخذناها هاي الحركه اوكي فاليوم رح يكون تطبيق لها مش بريك داون لها ليتس جو واحد اثنين اللي ورا بدي اياها تعمل بدي اياها تزحف على الارض اوكي سو بطلع في واحد بسحب اثنين اوكي تمام هي هون واحد اثنين واحد اثنين كول ليتس جو واحد اثنين ثلاثة اوكي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام خذوا نفس اوكي يلا بدنا نعمله اللي هو كل رقم انا بعده رح تمشوا انتوا في واحد اثنين واحد اثنين اوكي يعني اذا انا بقول واحد تمشوا فيه اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة كل عدد في أربع ضربات خطوتين رح يكونوا هاي خطوة تين تين اوكي كمان مرة بقول واحد اوكي حلو نشتغل ليتس جو واحد اثنين
ثلاثة اضربي، أربعة اسحبي بسرعة، خمسة ستة سبعة خلوش ايديكم معلقين قدام، ثمانية تسعة عشر. تمام، نفس. اوكي نعمل سويتش. اوكي جاهزين؟ رح نعمل بس واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي يلا جاهزين؟ أنا جاهزة. Let's go. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اوكي نفس الشيء رح نعمل، في عنا أربعة صح؟ احنا عم نعمل زحف صح؟ يلا let's go. أربعة اللي هي واحد صح؟ so خطوة cross خطوة cross و اوكي تمام؟ خبوا وشكم منيح، انا ايدي عم بنزلوا علشان قاعدة بتطلع عليكم اوكي؟ فإذا أنا عم هيك بليز ارفعوا شوية اوكي؟ تمام؟ يلا let's go. واحد اثنين ثلاثة أسرع 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 أربعة خمسة أسرع 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 ستة خطوتين كلهم سبعة ثمانية تسعة عشرة. good relax. okay خذوا نفس اشربوا ماء إذا بدكم. طيب نحن قبل أخذنا إنه نحن عم نرجع في واحد اثنين صح؟ اوكي دائما قلنا الرجل الأولى تمشي الرجل الثاني بتعمل زحف اوكي صح؟ اوكي so هلا اللي نحن بدنا نعمله بدنا نبلش في الكروس جاب كروس جاب كروس جاب. طبعا نحن قاعدين هلا عم نعمل 10 10 اكيد انتم بترفعوا العدد بين 30 ل 40 مره التكرارات تبعتكم اذا انتم قاعدين عم تشتغلوا في الريكورد فيديو كود تمام. اوكي يلا خلينا في الوضعيه تبعت القتال مره ثانيه. اوكي رح نرجع لورا، لما برجع لورا بترجع هاي الرجل هاي تشحط ترجع هاي تشحط هاي صح؟ شغالين معي؟ اوكي حنبلش بالكروس، الكروس دايما مع اي رجل صح؟ اوكي صح؟ يلا let's go. so واحد اثنين واحد اثنين اوكي يلا نعد يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة كروس جاب خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اوكي رح نعمل نفس الشيء هلا برضو اللي هي أربعة. شو يعني؟ يعني رح نطلع واحد اوكي كمان مرة واحد اوكي دائما رجلين يضلهم المسافة بيناتهم نفس الشيء، بمشي هيك بتضل المسافة نفس الشيء، بمشي هيك بتضل المسافة نفس الشيء. I don't cross، بعملش crossing، okay؟ وما بقضي ما بصفي عندي إنه ماشي رجلتين جنب بعض. هاي التعويض بتاخد شوية وقت عبين ما أصلا تصير تحسي حالك، إذا بكل يوم طيب تصير تحسي حالك إنه وقفتي فيها شيء غلط. مع الوقت المفروض إذا أنتوا شغالين معنا من أول السيشنز هاي الوضعية حاليا هي الوضعية اللي تحسوا فيها في ارتياح وانتوا شغالين. اوكي ليتس موف ات شوي اسرع من هيك علشان في براسه كمان كومبوز حلوين. سو يلا في عندنا اربع حركات اللي هي كروس جاب كروس جاب
Okay, so خطوة. No, it's actually two خطوات. Okay, so خطوة. مظبوط. كتفي بمد. ركبتي نزلت هون. رجيت هون. صح؟ Okay. يلا. الأربعة في واحدة. Cross jab, cross jab. Are you ready? مش ready؟ Okay. أنا على فكرة بسمعكم هنا بتصيح. بيوصل الصوت. يلا. Ready? Let's go. عشرة. يلا. عشرة. تسعة. ثمانية. سبعة. ستة. أسرع 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 أسرع. خمسة. ارجعي في الباك أول. أربعة. اشتغلوش لحالكم. ثلاثة. لما بقولكم تشتغلوا. اثنين. واحد. شو رح نعمل هلا؟ سويتش. صح؟ حلو. سويتش نفس الشيء. رح نرجع فيه لورا. اوكي؟ رح نرجع في كروس. بعدين جا. كروس. جا. كروس. جا. كروس. جا. اوكي؟ يلا نعيد. واحد. اثنين. ثلاثة. هاي بسحبها سحب. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. كول. شو هلا؟ أربعة. كروس جاب. كروس جاب. نفس الشيء. كروس جاب. كروس جاب. بوقف. That's a one. هاي واحد. Okay. مش رح اعيد الشرح. ارجعوا للي قبل اذا ما مسكت معكم. Let's go. 10. اسرع اسرع اسرع. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. كتافكم. 2. راسكم مضبوب. واحد. اوكي. ريلاكس شوي. نرجع للفايتنج ستانس. بدكم بريك. بدكم ماي. يلا جو. جو. خذوا ماي. انا عم بشرح سو اسمعوا لي. اكيد شغالين على موبايلاتكم او لابتوبس فتحلوا معاكم. اوكي. طيب. بدنا نشتغل بس شيء إله في الكيكس. اوكي. بدي اضرب فرنت. نحن اتفقنا على الفرنت انه في الفترة الحالية كمبتدئين نحن بدنا نضربها هيك. صح؟ بدنا نضربها انه pointed رجلي. صح؟ pointed. هلا بعدين نرجع نعدل. يعني ممكن الكلاس الجاي نحن نرجع نعدل عليها على اساس نشوف كيف الضربة الصحيحة. 100%. هاي للمبتدئين انا بحب اعملها لانه تتعودوا انه رجلكم تكون هيك مش هيك. لانه الضربة مش هيك الضربة هيك. فيها تاني في رؤوس الأصابع لأنه هي تيجي ضربة في هون المفصل التحتاني تبع الأصابع عارف شو اسمه. أوكي؟ مش من تحت يعني. أوكي؟ فما بتكون فليكس 100% لأنه الفليكس 100% هي تكون البوش. هاي مش بوش. هاي فرنت. كأنك عم تضرب الجاب بس بإيدك. So زي ما حكينا بدنا نحن المبتدئين الحركة تبعت المبتدئين اللي هي هيك pointed. Okay. So رجلي تطلع من هون تضرب بام بام ترجع تنزل. صح؟ ترجع هون بام بام ترجع تنزل. كمان مرة رجل هاي ممكن تفتح شوي ما في مشكلة. Okay. هلا أنا الحاضر في رجلي القدامانية فأوريدي هاي رجل ما أخذ الوضعية الصحيحة. رجلك ولا مرة بتكون عم بتأشر لقدام إلا إذا عندك مشكلة مثلاً flat feet أو إشي زي هيك ممكن تكون عم تأشر لقدام. أنت بتضربي front إلا ما تصير ميلة شوي. وضعية جسمك صحيحة. ما تقعدي تعدلي في رجلك. صحيحة 100%. تكون ميلة شوي. مش ميلة مفتوحة هيك. هاي غلط. بس بتكون مايلة هيك علشان توازن عشان الحوض تبعك يقدر انه يعطي مجال للرجل تطلع لقدام. اوكي؟ تمام؟
فكرة انه انت على الجزء الامامي من رجلك برضه صحيح، هاي بتساعد انك انت توصلي اعلى اسرع، حركتك اخف بتكون، وكل القوة تبعتك بتطلع في الرجل. خلي جسمكم على راحته ما دام مش عم تعمل شيء مؤذي لحاله، باخذ الوضعية اللي بده اياها. هون ببلش الستايل تبعكم يبني، اوكي؟ هون كمان فهم الجسم تبعكم للحركة ببلش يبني، بعديها ببلشوا تعدلوا علشان تشتغلوا على القوة أكثر، قوة وسرعة. يلا بلش بدنا نشتغل فرونت أمامي بس، اوكي؟ هاي فرونت أمامي، ليتس جو 10 تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام؟ بدي اعمل هلا اني بدي امشي فيها، يعني بطلع فيها بضرب بنزل لقدام شوي بجيب بجيب صح؟ يعني لما انا نزلتها لقدام ضربت فيها لقدام صارت المسافه كثير واسعه، شو بعمل؟ بدي أقدم منيح؟ اوكي؟ يلا نجربها، جربوا لحالكم. اوكي، زبطت؟ بس بضرب وبنزل فيها لقدام، بس ما بدي تنزل خلص، بدي اياكم تنزلوا شوي شوي. اوكي؟ يلا، ليتس جو، بدنا نعمل 10. 1 2 3 4 5 6 عم تمشي لقدام 7 وصلت لهون كثير قريبة ولا شيء برجع اوريدي بعرف انا شفل لورا صح؟ شفل لورا استغلوا الفرصة انكم تدربوا على الحركات الثانية 8 9 10 اوكي انا عم سويتش كمان مرة رح نضرب 10 في هاي الأمامي 1 2 3 كمان 4 5 6 7 8 9 10 بدي تنتبهوا على شغلة بس كثير كثير مهمة، ما تنزلي في ركبتك كثير وانت بتضرب الركبه الخلفيه، اولا بتنأذي، ثانيا الطول تبعك بيروح والقوه تبعتك برضه بتروح بتكعبل، اوكي؟ سو انتبهي على هاي الشغله، انت وعم تضربي حاولي انه لو تنت شوي بس ما بصير انها تتني كثير او ما بصير ترجعي لورا كثير، انت في عندك ضربات معينه بترجعي فيها لورا، في هاي الحاله انا وعم بضرب الفرنت تبعي هيني هون ما بنزل هيك اوكي تمام، هاي غلطه كثير كبيره انا بشوفها انه بتصير عندنا دائما في في التدريب اوكي. طيب بدنا نمشي فيها سو بضرب بنزل هون بسحب، يا اما يو شفل يا اما بتمشوها مشي عاديه. 10 جاهزين؟ 1 2 3 4 5 تذكري الضربة وين؟ 6 ممنوع تكون تحت الحزام 7 8 9 10 كول ريلاكس جود احنا منيح طيب نفس الشيء بدنا نعمل الراوند هاوس. هلا هدول اللي هي خلينا نسميهم سكيلز او حركات رح تمهد لنا الكلاس الثاني تاخذوا على طول نبلش في كومبينيشنز، كومبينيشنز مجموعات كبيره اطول فيها ضربات ايدين مع رجلين، اوريدي بتكونوا انتم عارفين شو هذا اللي نحن عم نحكي عنه. اوب تمام؟ اوكي، امامي برضه نفس الشيء بدنا نضرب راوند هاوس، اوكي؟ نرجعها. جاهزين؟ يلا راوند هاوس 1 2 3 4 بسرعة 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 5 بضرب وبنزل بسرعة ما في داعي انه هيك اخليها بعدين بضرب بضب صح؟
هاي طلعت مضبوبة ضربت فيها تنزل صح؟ هون تنزل صح؟ لازم نرجع نسكر الركبة علشان هيك بنزل براحتي يعني ما بحس حالي اني انا جايه او اوبا انزل لقدام اوكي بنزل لقدام فيش توازن باكل ضربة صح؟ هذا للجهتين اكيد لفايت لتدريب عادي وكمان للسلف ديفنس اذا انت عم تدافع عن حالك وعم تضربي اوكي صبتي في رجلك مش معقول انا اضيع الاصابة وحماية نفسي في اني انزل على الارض واوقع صح؟ اوكي سوس كو تشاملنا بنعيدهم مش مشكلة سوس كو واحد اثنين ثلاثة اربعة صدرك شوي لقدام مايل نتشو مش كثير مش مايل هيك خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اوكي حاشي فيها نفس الشيء 1 2 اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة شو رح نعمل؟ سويتش؟ أكيد مش هنشغل جهة وجهة تانية لا شو بدنا نعمل؟ راوند هاوس هاي الرجل عشرة ليتس جو يلا اشتغلوا لحالكم سريع 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 بس افردي رجلك افردي رجلك يعني ما تضلك تانيتيها وانت عم تضربيها ضربت الضربة صحيحة لازم تفرد تماما ركبتك تفتح اوكي اذا بتتعودي ركبتك تضلها مضمومة لما بتضربي على تارجت ما بيكون في قوة ماشي بيكونش في قوة في التارجت يعني في الضرب خلصتوهم العشرة وانا بحكي اتمنى ذلك لان رح نمشي هلا في العشرة التانيين جاهزين في نفس و انا جاهزه يلا ليتس جو واحد اثنين يا شوفوا يا بمشي ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره اوكي okay. يلا نعمل ايدين I promise اخر شيء اوكي okay. اخر شيء وبعدين بنعمل شو cool down اوكي تذكروا هدول الحركات عشان نرجع نحن رح نجمعهم مع هذا الكومبينيشن اللي رح نعمله هلا هو ايدين تذكروا السليب اوكي سليب كيف بعمل بدي اروح انا لحالي ماشي رح اعمل انا هون وهون بس كأني طبعا في التدريب الواقعي الامور بتوضح اكثر فنحن هلا بناخذ البيجنر اوكي ما بدنا نعقد الحركه اكثر اوكي بعرف انه انتم حتشوفوها في اماكن ثانيه مختلفه مش كثير مختلفه يعني بنفس المبدا بس تعقيد الحركه نحن كستايلنا او احنا في البريد بنتدرج فيه اوكي فلما نحن بنعطي سليب هيك مش معناها ان الحركة complete 100% تمام؟ so easy بس ياخد جسمكم على هاي بنتدرج في الحركة كيف انه تنطوي اكتر وتحمي حالك اكتر اوكي؟ let's do this so قلنا سليب كتفي هذا بدي اعمل فيه بس هيك مع جسمي لما جسمي بتحرك من فوق اكيد جسمي الحوض تبعي رح ينسحب ورجلي هاي من هون رح تعطيني مجال اني اتحرك لانه انا في عمود دائما هيك نازل لتحت هون الثبات تبعي في النص بضلني في النص اوكي صحيح فانا لما بعمل هيك حميت حالي اذا في ضربه ضربه اجت من هون اوكي تمام سو رح اعمل ضرب كروس تمام سو فيها واحد اثنين سو خليني اعمل لكم تمرين زغنوط 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 لعشر مرات hug yourself اعملي hug لحالك اوكي
وخلي ركبك متنين، انت حسي حالك في التوازن تبعك، حسي حالك انك انت في النص. اوكي، تقل على رجلي اللي ورا شوي اكثر من اللي على قدام، بس بدي اعمل هيك اطلع على الجهه هذيك وارجع اعمل هيك اطلع على الجهه هاي. اوكي، رجلي بديش اعمل فيهم ولا شيء، هم اللي بدهم يتحركوا زي ما بدهم. ركبي متنين، بس بدي احاول كتافي مع خصري، بس عم بعمل واحد، مش رجلي اللي بحركوني، كتافي اللي عم بحركوني. اثنين، let's go. One, don't force it. ما بدها لا قوة ولا تعب. واحد، اثنين، let's go. واحد، اثنين، تمام؟ طيب، في السليب تبعتي بس بخبي راسي هون هيك، اوكي؟ اعملي هيك، خبي راسك، اوكي؟ في السليب تبعتي انا عم بعمل هيك، ماشي؟ وبرجع بضرب في اليمين، في اليمين، يس، باليمين هيك، اوكي؟ سو واحد، اثنين، اوكي. هاي الحركة مبالغ فيها صحيح، لكن هي بتفهمني شو اللي عم بصير في الشولدرز تبعي، اوكي؟ سو انا عملت سليب، بس انا شايفتك، مش سليب مش شايفتك، اوكي؟ سليب شايفتك، صح؟ شايف شو اللي عم بصير هون. يا من هون، يا من هون، يا من هون، يا طرف، المهم شايف الأوبوننت تبعتي فين هي، اوكي؟ فاي 1 بطلع في كروس، كروس بعطي كل كتفي، كتفي صار دغري صح؟ مع الكروس تبعي. اوكي؟ سو سليب كروس، اوكي؟ سليب كروس، تمام؟ يلا أشوف نشتغل عليه. برضو 10 مرات، إذا أنتم بدكم تتعودوا على الحركة، برضو بين 30 ل40 مرة بتكرروها، جاهزين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، good. Switch. نفس الشيء رح نعمل. Hug yourself. دايما هيك إذا بدك تعملي check إنه أنا عم بعمل حركة صحيحة أو لا، هاي الأشياء الصغيرة اللي عم نحكي عنها هي اللي ممكن تساعدك إنه أوكي هي حكت، جيهان حكت إنه لازم أعمل هيك هيك هيك، قالت إنه مش رجلي اللي بحركوني، كتافي اللي بحركوني، أوكي I'll hug myself. أوكي؟ تمام؟ هاي hug yourself. أوكي؟ Let's go. رح نروح. واحد، اثنين، واحد، اثنين. اوكي، ما تقدمي لقدام ولورا، خليكي في النص، بس عم تعملي تويست، تويست، روتيشن، روتيشن، دوران، لف، لف، لف. اوكي، ما عم بروح هيك، مش بندول ساعة أنا، ما بدي أكون بندول ساعة في هاي، في حركة تانية بحتاجني أكون بندول ساعة، حالياً أنا ما بدي تكون بنديل، بنديل لما بندول، اوكي. تمام؟ واحد، اثنين، حاولي خلي حالك في الوسط. زبطت معك؟ بدك وقت أكثر اشتغلي على حالك وارجعي بلاي ذا فيديو. أحسن شيء إنه هو الريكورد، صح؟ جاهزين؟ أنا جاهزة. شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نعمل سليب كروس، صح؟ سليب كروس. أوكي؟ One, two. Okay? Jahzeen? Yeah, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Tip صغيرة. السليبس كتير حلوين مع الهوكس. بطلعوا الهوك تماما صحيح واحلى مع الهوكس. اوكي تمام. اوكي، عندكم اي اسئله؟ كرروا 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 الحركات هاي وانت ماشيه. ما بعرف شو عم تعملها، لا عم تدرسوا، عم تشتغلوا، ايش؟ ضلك راجع في الحركات وعودي جسمك انه انت في اي وقت ممكن انك تتحركي هاي الحركات، علشان ضلوا معجونين، ضلوا معجونين في راسك في السيستم تبعك. Okay, let's take a deep breath.
كمان مرة. Down. Open. Close. Open. Close. Let's go. انزل قدام. تحت. كمان مرة. الستريتشنج فيكي تاخدي وقت قد ما فيكي فيه. بيرجع لك شو اللي انت بدك توصليه. تمام؟ يعني بدك توصلي للسبلتس ولا ما بدك توصلي للسبلتس؟ هلا نحن بالعادة عم نعمل هيك، هاي المرة رح ننزل أكثر، أوكي؟ رح ننزل لهون. تمام؟ أصابع رجلي عم يقشوا لهون ولهون، رجلين رجلتين. حاولي موطي هاي الرجل، أوكي؟ في شغلة أنا بحب أعملها لي، بحط الإلبو تبعي، الكوع تبعي بحطه هون، وأي بوش. بحس إنها بتساعدني شوي على الفسخ وراحة الرجلين، أوكي؟ رح أروح للجهة الثانية، نتفة نتفة، إذا أنت حاسة بوجع في ركبك أو في أصوات عم تطلع في ركبك، فيك تستعملي إيديك حتى تتحركي من اليمين للشمال من الشمال لليمين، أوكي؟ اوكي تمام، نفس الشيء اني رح اطلع على ايدي علشان انا اصلا عندي مشاكل في الركب. سو رح اعمله انه انا حنزل هون كمان مره، هاي المره كعبي رح يعمل هيك. اوكي فيك تعدي للعشره او للعشرين حسب ايش انت بدك وقديش معاكي وقت، بس مش اقل من 8. مش رح نتدرب نصف ساعة مني، خذي وقتك أكثر. تمام؟ رح أجي لهون، سنتين بيقشروا لهي الجهة، رح أنزل على القدمانية. تمام؟ رح أرجع على الورا وأعمل هيك، أسحب أوكي؟ أو فيكي ترجعي على ورا دامي من دون ما تنزلي واحدة من التنتين. تمام؟ طبعا هاي الحركة أنت بتشتغلي عليها على التو مسلز، المسلز على الجهتين هم تحت وفوق كمان. أوكي؟ نفس الشيء رح أنزل على القدمانية. اوكي يا اما بنزل هون بعمل هيك، هاي بشتغل فيها على البطة اكثر. او بشتغل الحركة اللي هي الافضل تمام. اذا بدكم تعملوا تمارين الفسخ تذكروا في العرض في الطول رجل لهون رجل لهون ورجل لهون رجل لهون. نفس الشيء في الجهة هاي، بحاول إنه الجاي يكونوا لقدام كعادة يكونوا جناب هيك هون. نفس الشيء رجل هون رجل هون أو رجل ثاني لهون. قول فيكم تشتغلوا على السبلتس لحالكم زمانيين بالموضوع. نفس يعطيكم العافية، شكرا كثير. إذا في عندكم أي أسئلة بليز خبروني، وشوفكم في اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأحد. أوكي يلا باي.